السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بكم السلامة الثامنة من قناتكم انفورميشن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك جروب الحواضة النباتية على الفيسبوك. اليوم راح نسوي جولة حلوة، راح نجيب بيها نباتاتنا اللي هي جتي من الأوردر أندلوسية، وراح نزور معرض أبو حنين مدينة المرجان بشارع المشاتل بالعظمية، وراح نروح السوق الغزل بعد ما يخابرنا صلاح على مود نجيب وجبة النباتات. من الساعه 3 3 بعد ما تغير هذا الشيء البسه شو رحنا الصلاح اخذنا نباتاتنا وسمعنا انه مصطفى كناري جايب اسماك نباتات جديده ماخذ هواي شغلات حلوه تخص الحواضة النباتيه فهسه احنا رايحين له. ايه انا مصطفى الدبه دبه عميسه انا بس برايتي تايب اي هذا هذا النوع التايب اي يجي لا بجيب يجيب واحد غيره يجوز هذه وجبة المبيصات اللي جاية بالأوردر من إندونيسيا هسه نشوف لا غير هذه كونجنسي اللي هي صير ورقتها رفيعة هسه نفتح لكم الأنواع ونشوف لكم إياها واحدة واحدة هذه الضخمة اللي هي البرايتي تايب بي هذا تايب اي بس حجم وسط هذا اكس لارج وهذه همين احد انواع همين اكس لارج هاي وجبة النباتات اللي جاية انواع هواي هذه ريد بلود روتيلا اعتقد هاي هي الريد بلود الروتيلا وهذا نوع ثاني انا هواي انواع صراحة جاية ما اعرف اسمائهم بالضبط هاي مو مال احواض اللي يدور اكل طحالب فهذا اكل الطحالب سيامي فلاي فوكس اللي هو البلاك تيل اللي هو اللي جانبه يصير لونه اسود هذا النوع مو صيني هذا النوع اللي اكل الطحالب الحقيقي اللي ينحط بالاحواض المزروعه فهذا شكله شوفوا من الاسماك اللي كلش نشطه وكلش حركه واللي تقمص من الحوض يعني هاي من مشاكل هذا النوع. هذا الانواع الحلوه صراحه هذا انا عندي منه مربي يعني بحوضه كلش جميل. جنكوز اعتقد هيجي شيء اسمه. يتحول لونه بالاناره الاناره القويه الاحترافيه يصير لونه برتقالي يعني برتقالي على اصفر. علب كبار طبعا الاي بي سي مغيره العلب مالتها مسويتها كبيره وشكلها احلى تمام هذه الهايدروكتايل هذه الهايدروكتايل النوع اللي جاي جديد او مو جديد صراحه يعني بس جاي بشكل علب اي بي سي همينه طبعا العلب امن واحسن وطول عمر اكثر هذه النوع هذا من انواع الحشائش همينه اللي هو الليلي بيز اعتقد هيك شيء اسمه يعني بصراحه انواع اسماء هنا مش راح نذاكرهم بفيديوهات سابقه هذه من النباتات اللي تطوف
فوق المي اللي تطوف ويطلع جذور حمراء. تمام، هي هذا النوع. بعد هذا احد الانواع اللي هي التروبيكانا، اللي انواع يعني هذا هنا عندنا سيتروجين، هذا سيتروجين. انواع ثانيه يعني هذا اعتقد هذا اني كريبتوكورايني، هذا سيتروجين. السيتروجين اعتقد اكو وجبتين، اكو هذا نوع واكو بنانا هم نوع، هذا الثاني. هنا عندنا هذا الاتش، اعتقد هذا الاتش سي، هذا الاتش سي هي واضح جدا شكل الاتش سي. هنا هذا نبات خلفي من انواع الروتيلات اعتقد، وهذا ما اعرف يعني صراحه اسمه. يعني هذه الانواع اللي موجوده من نباتات العلب. وجبه من الفايترات، طبعا هذا الفايتر هذا فانسي فايتر يسموه، اللي هو البيغهام، بيغهام فايتر. هاي من انواع كلش حلوه. احلى الفايترات تقريبا هي هاي الفايترات. هذا فحل يعني فحل انه شايط على اخوه. يعني هاي انواع اللي جايات مال فايترات حلوه، اشكال حلوه من الفايترات. هذه همين بيغهامات حلوه كبار. هذني صراحه ما اعرف اساميهم، ما اذكر اساميهم. يعني هذا هي احد الانواع اللي حصلناها اليوم، وصلتنا بنتو. اذا هو بيص البنتو، علبه مكسوره. حاليا رجعت للبيت، اخذت الوجبه مع النباتات مالتنا، وهسه راح اشوفكم شنو اجتني من تفاصيل. طبعا بلعتنا تيحكي وياي هشام البصري، قاعد يسألني على وجبة النباتات اللي احنا جبناها، ودي يسألني يقول ايش تسوي بالنباتات اللي جايبين انت كلهم بوسيات وانا بالصد. والله يا خوي نباتات حلوة، وهذا اوردر النباتات اللي جاني قاصة. خلنا نطش ونشوف. هنشوف واحدة واحدة بالتسلسل يعني ونشوفكم. طبعا بالبداية اجتي هاي العلب هير جراس، عشان اوضح هنا نصور اوضح. اجتي الهير جراس اللي هي بارافولس الهير جراس الميني، هذه انعم حشائش هي تستخدم بالاحواض المزروعه. نوع كلش حلو مميز، انا صراحه انا احبه وما حاضري. طبعا السائل مالته بدا يموع، فخليهم بالضوء هذني كلهم. طريقة الحفاظ مالتهم انها تحطهم بالضوء. اللي اجى بعدها وجبة كبيرة من الانوبيس النانابيتيت، النانابيتيت ميني اللي هو اغلى نوع من انواع الانوبيس. بصراحة اني غلطت بهذا النوع من انواع النباتات اللي انا جبته، المفروض اجيب النانابيتيت ولكن غلطت جبت نانابيتيت ميني. فخلي اشوفكم شكله. مثل ما تشوفون هذا الشكل النانابيتيت، نبتة كلش حلوة بصراحة، أنا من النباتات اللي أحبها جدا. جميلة جدا بمعنى الكلمة، أوراقها صغيرة ناعمة، جذورها صغيرة، ونبات قزم. اللي يدي يشوفها بالأحواض فهذا شكلها بالأحواض، يعني هاي هنا قبل التقليم قبل كل شيء هذا شكلها. وصلتنا هذا النوع من النباتات أول مرة توصل، اللي هي البنتو، انوبيوس نانا بنتو، من انواع كلش حلوة همينة، من انواع الراقية غالية، من انواع اللي ما داخل العراق سابقا، يعني دخلت بس شغيل فردي. انواع حلوة صراحة، ما جايبها قبلها اول مرة ادخلها. شكل جميل، شكل حلو، هاي تتحول بيضة بعد فترة. وصلتنا معدة ثلاثة انا وعلي بيهن. من انواع اللي بعدها اللي وصلتني هي البوسي فلاندرات كالعادة، ما يخلو اوردري من البوسي فلاندرا، احد النباتات اللي هي كلش جميلة بالنسبة لي. و نباتات اللي كلش جميلة بالنسبة لي، وانواع اللي اجيبها هي من انواع اللي صراحة نادرة كلش.
هذا النوع اللي هو اسمه كينداغانغ بوسيفلاندرا كينداغانغ غرين لونغ هيجي شيء اعتقد اسمه. يعني طبعا انا اقص ثلاثة اعتقد وصلتني اربعة والله اشي اتأكد بالضبط يعني قاصة ثلاثة واصلتني أربعة هدية منهم. حلو شغل حلو يعني وقاص صراحة هاي أنا تورطت بيها ما عرفت توقعتها يعني إنه تجيني غير شكل عن هذا الشكل اللي أنا هسي مستلمه يعني تمنيتها يعني صراحة اشتريتها على أساس إنه تجيني ميكست أنواع ميكست من البوسي فلاندرا فجتني أعتقد ما أدري كم نوع هواية أنواع جتني محفورة بداخل خشبة هذا الشكل جتني الأنواع هي مثل ما تشوفون أعتقد نوع نوعين نوعين بيها حلوات هاي نوعين صراحة وهاي واحدة منها إن شاء الله ورد مستقبلا خليها هنا أنا جتني هذه مشتركة أنا وعلي بيهن اللي هي الروتيلا روتين ديفولا ريدش اللي هي الفيتنام وجتي الفيتنام اللي هي خل اشوف لكم الكود مالتها 927 اللي هي هاي الروتيلا فيتنام الروتيلا فيتنام الحقيقية الريدش اللي هي الحمراء مو اللي لونها برتقالي اللي لونها برتقالي هي ذيجي خل اشوفكم اياها هذه اللي هي الروتيلا الفيتنام الاعتيادية هذه هذه الريدش الأحمر منها وجدتي هذه الروتيلا ريد بلود النوع الجديد طبعا بالعادة هذا بديت أدخله هذا النوع بديت أدخله للهواية اللي هو المايكروسورم المايكروسورم بيتروبوليس تريدنت هذا النوع كلش حلو يعني هاي جبت اثنين من عنده هسه وأعتقد أكو بعد اثنين ما أعرف وينهن أعتقد بعد أكو اثنين نجي حاليا على البوسي فلاندرا اللي انقطعت بها صراحة النوع اللي هو غالي خل اشوفكم اسمه هادي اللي اسمها الروزميري روزميري سعرها يعني 14,000 تمام هي هاي الحتة هي قدوتها افتح العلبة واشوفكم اياها تصدمون مو عبالكم كل شيء مربح من واحد يجيب اوردر ترى لا عبالكم هاي 14,000 صديقي تشوف هاي 14,000 14,500 عموما الظاهر من الانواع الحلوه الظاهر من الانواع اللي تستاهل والنظر حتى طريقه الاهتمام شركه اي بي سي بالنباتات جدا رائعه لاحظوا شلون ملفوف الجذر على مود لا يتلف لا يذبل السيقان ملفوفه ومحطوطه بعلبه كلش كبيره اكبر من حجمها يعني حتى شوف نسبه الاهتمام جد عاليه بيها الظاهر تسوى خلينا نبلش بالحوض حاليا نجي على اخر نبات وهو اقوى نبات دخل لهذه الوجبه اقوى نبات انا جبته بهذه الوجبه هي البينك ليدي البينك ليدي من النباتات اللي جميله جدا نادره جدا حلوه جدا والله بصراحه ما محتاجها ولكن جبتها خلينا نشوف شكلها شلون جاي انا حاطيها بعلبه كبيره جدا مثل ما تشوفون علبه كلش عملاقه ما اعرف اول مره اشوف شي علبه يحطون شركه مال النباتات تدز بعلبه هيك كبر كيس مغلق وراها علبه ونفتح العلبه ونشوف خليني افتحها واورجيكم فتحت العلبه ولقيت علبه ثانيه كيس ثاني محطوط بيها هذا الكيس خلينا نقصه ونشوف شكلها شلون حصل طبعا هذه مترباية بطريقة السبميرست اللي هي طريقة الرطبة وهذه مشكلة ما نقدر نزرعها داخل الحوض لأنه حتختفي من الحوض ونخسرها سعرها كلش غالي فلازم نهتم بطريقة إنزالها بالحوض النباتي خلي أشوفكم شلون راح ننزلها طبعا هذه البينك ليدي اللي جتي مثل ما تشوفوها حلوة جذر ساقها وهذه شكلها اللي راح يصير حقطعها مجموعة قطع طبعا لأنه ما حتعيش هي كلها بالحوض فحقطعها مجموعة قطع وراح أنزلها مكان بتربة راح أزرعها بالحوض على مود أسيطر على موضوع النمو مالتها
على هالأساس إحنا راح ننزل النباتات. طبعا النباتات اللي تجي مغلفة مثل البوسي فلان رو الأنوبيوس لازم تنحط على سطح الماء على مود تتعرض للهواء والماء مثل ما هذه موجودة، لأنه هذه مكاثريها بطريقة رطبة، واللي ما يعني ما تتعمق إنه ما يصير ننزلها مباشرة بالحوض بالطريقة اللي ذكرت لكم إياها، اللي هي مباشرة نغمرها بالماء أغلبها تموت وتنتهي. لحد هنا انتهى هذا الفيديو، ان شاء الله نتلاقوا وياكم في فيديوهات ثانيه، فيديوهات ما اعتقد بعد حنسوي فيديوهات تخص نباتات الاحواض، يعني اجيب نباتات واسوي، لانه بعد ما عندي احتياج حاليا في حاله اكتفاء ذاتي، ووصلنا المصاريف الى اقصى رقم واقصى نسبه. ان شاء الله راح تكون الفيديوهات الثانيه عن احواض جديده، راح تشوفون هذا الحوض حيتعدل عليه، فالتعديلات كلش ضخمه وكلش خاصة هاي الصفحة راح تتغير تغيير جذري، فراح أضوفكم بالفيديوهات. اللي ما مسوي اشتراك للقناة خي يسوي اشتراك للقناة، واللي عجب الفيديو خي يدوس لنا لايك عمود، أعرف أنه تتابعون الفيديوهات هذه ماتي. شكرا لكم، شكرا لمشاهدتكم، مع السلامة.